مساكم الله بالخير اخوان. اليوم بعلمكم كيف طريقة استخدام مكنسة الاكس ار. طبعا فيها بوكسين، هذا بوكس الكنس وهذا بوكس الكنس والمسح. الكنس ينفتح من هنا للتفريغ كذا، وبعد ينفتح من هنا. طيب، وهذا بوكس الكنس والمسح، من هنا تضيف الماي، ومن تحت ممكن تزيل هذه وتنظفها وترجعها. طيب، بعلمكم كيف طريقة تشبكها هذه بالواي فاي. أول شيء بتفتح برنامج اسمه سمارت لايف، بتفتحه عندك، هذا أنا نزلته، وبيظهر لك أول شيء تسجل الإيميل اللي هو الجيميل من عندك والرمز. طيب، بعدين بتروح الحين المكنسة بتخليها مشت. أول شيء ببندها عساب تشوفه، الحين بشغلها 3 ثواني وتشتغل. Welcome to use robot vacuum cleaner. Glad to serve you. الحين اشتغلت. The robot is ready. بروح على البرنامج بسوي إضافة جهاز. بعدين الأجهزة المنزلية الصغيرة، وبعدين هذه الوسطية. هذا. بعدين هنا بكتب الاسم الواي فاي والرمز. الرمز لازم يكون ما في دولار في الرمز، ولازم يكون 2.4، ما تدعم الفايف جي. طيب، بتكتب الاسم الواي فاي والرمز وتسوي التالي. بعدين بتروح هنا تغير الوضع، تسوي الوضع هذا، بعدين تسوي هذا صح والتالي. بيطلب منك انك تشبك الواي فاي مال هذه المكنسة. بتسوي تسجيل دخول، بتروح على هنا بيدخلك الواي فاي وحده في الاعدادات، بتروح تسوي على هذه ضغط، بعد واحدة. أيوة. Stardate E Network Connection Mode. طيب، الحين بتنتظر هنا لين تظهر لك الواي فاي مالها، اسمها Smart Life. هذه ظهرت لي، الحين تشبكها. خلاص شبكت. الحين برجع للبرنامج، هذا هو البرنامج، بنظرها لحد ما تشبك. Network connection succeeded. الحين خلاص شبكت، هذه هي المكنسة. طبعا بعلمكم كيف طريقة استخدام البرنامج. أول شيء من هنا تدخل، هنا عندك تقدر تتحكم بها بنفسك، تلفها وتحركها بنفسك. في عندك هنا مال الخرائط. كيف طريقة الخريطة؟ أول شيء تخليها تحفظ لك الخريطة. أول تحاول تفتح لها كامل الخريطة اللي عندك في البيت، كامل الأبواب، تخليها تكنس كامل المكان. هي بنفسها بتمسح لك كذا خريطة. بعد ما تشوفها ماسحة كذا الخريطة ومقسمتها، تحط لها هذا من هنا وتسوي لها سيف، هذا اللي هو حفظ للخريطة بنفسها، بتحفظ الخريطة وبعدين بنفسها عاد حسب تنظف. يعني من هنا هذا المكان ممكن تسوي لها قائمة مؤقت، تضيف لها مؤقت بنفسك مع اليوم وأكثر من مؤقت ممكن. طبعا وهذه من هنا بعد ممكن تحط لها قوية أو طبيعي قوة الشفط. في هنا عندك ممكن احدد لها مثلا هذا المكان اللي تريد تنظفه، تو انا مقسم منه بالاحمر وبالاصفر وبالاخضر وبالازرق، ممكن اضيف هذا المكان، ممكن اضيف له الاخضر بعد، يعني اللي انت تريد تنظفه تحدد. طيب، وبعد هنا مثلا تريد تضيف مثلا هذا المكان فقط تريدها تنظف، هذا بشكل متر مربع واحد، تضيف له هذا السهم وتسوي له هذه وبتروح بنفسها. طيب، وممكن من هنا تسوي المناطق اللي ما تريدها تنظفها. شوف انا الحين ضايف هذا البوكس، ما اريد انظف، ما اريدها تجي هنا هذا المكان، خلاص ضفت لها البوكس، ممكن اضيف لها اكثر عن بوكس. بعد ممكن من هنا تضيف لها المناطق اللي تريدها تنظفها فقط، بسوي زايد هذه المنطقة اللي اريدها تنظفها فقط، مثلا اريدها تنظف هذا المكان فقط.
ومن هنا تخليها ترجع للشاحن، ومن هنا تخليها تبدي تنظف. لما تضغط هذا تبدي تنظف كامل البيت، ما محدد لها بالخريطة، بس لما هنا تحدد لها المنطقة بالضبط وتسوي لها هذه. وهذا شرحنا تقريبا في طريقة تنظيف المكنسة. هلا هذا بسيط تنظيفه، بس في احيانا لازم تنظف هذا المكان، هذا المراوح، لان احيانا يجي فيه شعر فيستكن، فضروري هذا تبطلهم بين فترة وتنظف الشعر اللي فيهم. شكرا، احسنتم.